ولا رغم انها كاينه منطقه هي مصنفه ضمن منطقه رامسار. هاد المرجة هادي وحده كاينه ولاد الصخر هي مرجة، وكاينه واحد المرجة سميتها حلوفه، مرجة حلوفه، ثلاثه ديال المرجات هادو تيشكلوا موقع واحد، فهمتي؟ تسميه مركب نجد الرمل. حنا في واحد المنطقة اللي سميتها الرمل، نجد ولا نجد؟ نجد بلاطو، بلاطو الرمل. في هذه المنطقة ديال نجد الرمل يعني تتبدا من ني دخلنا من الهيايضة، هذه كلها سميتو لو بلاطو الرمل، بلاطو الرمل. حنا تا بالدارجة تنسميوه الرميلية، الرميلية هي ديال الرمل، نجد الرمل، بلاطو الرمل. هاد المركب هادو اللي فيه ثلاثة ديال المرجات، هاد المرجة ديال ماذا؟ ديال برغة، ومرجة ديال ولاد الصخر، ومرجة حلوفة، حلوفة تابعة لإقليم قنيطرة. هادو دايرينهم هاد الثلاثة في مركب واحد سميتو مركب نجد الرمل، مركب نجد الرمل، واللي هو مصنف في لائحة رامسار. رامسار كانت مدينة إيرانية وقع فيها مؤتمر، وهذاك مؤتمر باش يصنفوا الأوساط، هذه الأوساط الرطبة، هذه الأوساط اللي هي رطبة وفيها واحد التنوع بيولوجي. هاد البلاصة هادي بحال واحد المطار ديال الطيور، يعني الطيور المهاجرة. راه يمكن كاينة الفلامو هنايا، لو فلامو روز، كاينة بزاف، كاينة هاد ديك المشهور ديال لا سيغون، لا سيغون راه ماتي، كاينة البط، كاينة البط لو كانت عندنا. وعاد هاد التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي تيسمح الطيور باش هذاك، راه ما عندناش بهاد الكثافة في عين الشوك ولا شي حاجة باش يبيضوا هنايا. كاينة دابا الطيور بلي تيجيو بعد ما تيلقاو البيئة مزيانة وهذا تيمكن يدخلوا. هنايا التدخل ديال الناس هنايا في الرعي، والمؤسف هنايا كاينة دوك الكلاب، كلاب تتولي كلاب ضالة، كلب تيولي صياد، تا هو تيدبر، تيدبر على البيض، تيدبر على الفروخة، تيدبر على بزاف ديال الحوايج. إذن هادي ولا يعني حنايا كمناضلين بيئيين خاصنا ندافعوا عليها، كوننا مثلا هذا التدخل السيئ، ذكرى كاين التدخل السيئ مرة مرة تيصوروا القنوني. إذا هذا هو كاين التدخل ديال الشركة هنايا الفلاحية، ربما ديك المواد ديال الذكرى السامة ترمى هنايا. المرجة، علاش المرجة؟ المرجة الماء اللي فيها هذه واحد الفرشة مائية تتبان، يعني هذه المنطقة كلها فيها الماء. إذا هذه الفرشة المائية جات يعني ظهرت هنايا، فالمشكل هو الذكرى التدخل. لاحظوا هنايا يعني هذيك السكان هنايا من دايرين عليها، يعني لما كانش هنا ناس يعني التدخل مثلا او التحسيس تيجي لهاد الناس. فوالا راه عندكم واحد، هذه راه ثروه، ثروه وطنيه، راه عندك طيور، طيور مهاجره. الصندات، الصندات شوف شحال هذيك، ها اللي عاد تصور، ماشي ديال الدوله، كل واحد عنده الصندة هنايا.
الموتور ديالو التدخل ديال بنادم تيسقي منها عندهم ماطر هذاك السمارة هي المرجة عندها قبيلة الفلاحية وداروا ذكرها تيخرجوا الماء الصوندات الصوندات كلهم عندهم الصوندات والأراضي استولوا عليها يعني أراضي سلالية وهذا المرجع حتى هي كانت مصنفة عالميا عالميا بقى إلى يومنا عالميا وأنواع الطيور اللي كانت متواجدة فيها طيور نفس الطيور اللي تتشوفهم تما هي كانوا هنايا اللي شفناهم برغا موجودة في ولاد الصخر كان يعني المياه ديال هذاك المعمل ديال السكر راه تسد هذوك النية ديالو كان الناس تتشتكي دابا الان في حالة صحية جيدة كانوا تيمرضوا لهم الكسيبة تيمرضوا هما بالحبوب المعمل ولكن يعني تحولت المرجة قسموها بيناتهم الى اراضي فلاحية تزرعوا فيها منتوجات فلاحية دابا ما يمكنش الاحياء ديالها وتعاود ترجع الاحياء ديالها انه تتكون شتاء ما يمكنش تحيا لان كتكون عبر الاف السنين كتكون نبضوا يعني فرشه المائيه والفرشه المائيه تم القضاء عليها باستنزافها بالفلاحيه المحركات الفلاحيه لجلب الماء وزاره التجهيز عملنا تشوير مهم صوبت المسائل كامله اذا هنا الى جينا نشوفوا ان المجلس كيكافح بوحدو بينما حين كنمشيو نتلاقاو مع وحدين اخرين كيقول لك لا المجلس اللي خصو يدير كلش هذه من ناحيه ديال البنيه التحتيه الى جينا نشوفوا ان الطرقات ديال الدواوير ما كاينش دوار اللي ما كتدخلوش الشانطي حتى بالقليله حتى المسجد ديال الى دخلتوا للدواوير راه واخا تاكلت ديك الطرقات ولكن كاين الطريق داخله حتى لكل دوار. الغوازي مثلا. الغوازي صلاولا. ولكن ولاد صخر لاحظنا بان لا هي في طور الانجاز دابا غتكون داك الشيء انا ما شفتش. الصفقه راها في هذا وراه غيبداو في الانجاز ديالها من الجهه ديال داك الشيء بلوتوروت حتى لداخل راه غادي تخدم 100% ماشي وغادي تكون عندكم ملاحظات من بعد ان شاء الله. الدواوير الاخرى كذلك راه في الولايه ديال سي فريحه ما بين 2003 2009 هذيك الولايه اللي كانت تصوبت فيها الطرقات ديال الدواوير هذا من ناحيه الطرقات من ناحيه العشوائيه ديال السكن حنا كنعرفوا ان في الباديه او في الدواوير انا دابا كتقولوا النقط وانا كنسجل غير النقط باش نهضر عليهم وصافي العشوائيه في السكن فعلا في البوادي ديالنا حنا كنعرفوا كاينه العشوائيه كل واحد اللي عنده شي طرف ديالو هكتار ديالو ولا هذا راه كيبني واما في الاراضي الفلاحيه راه ما كايناش الترخيص ديال البناء ما يمكنش ترخص له انه يبني في داخل الا بنى شي بيت مثلا بالعساس ولا شي حاجه اما البناء الترخيص فيه الاراضي السقويه ماشي البوريه لا يلاحظ بان هناك فوضى زعما في البناء لا داخل الدواوير كما وقع دابا في عين الشيخ مؤخرا اللي كنشوف فيها النائب ديال السلاليه لا احنا كاين دواوير اللي عندها جماعه السلاليه وكاين اللي ما عندهاش العشوائيه ويبني بدون رخصه ولا شي حاجه لا لا ما عندناش العشوائيه حنا في الدواوير في وسط الدوار بني في ارضك ما كاين مشكل واللي عندهم الملك ماشي اللي غيجي ويحتل واحد الطرف ويقول لك نبني لا ما كايناش العشوائيه ما كنضرش اما الاراضي الفلاحيه السقويه ممنوع ما كنرخصوا لهمش انهم يبنوا فيها نعم بكل صراحه ان الساده رجال السلطه وخاصه في القايد ديال الجديد
شي بنايه عشوائيه بدون مرخصه ولا مثلا فيها دار ساكنه كيحل الوجه ديالو كيمشي بالنسبه للاستاذ ديالنا قال بان كاين ما كاينش مناطق مثلا ربما مخضره او نقولوا الحدائق وهذا المنتزهات. حنا الا جينا نهضروا انه في الومره كامله كما قلت الاستاذ انها كلها منتزهات. الا هضرنا على المركز المركزيه فعلا ما فيهاش منتزهات. شكون اللي عرق لنا انها تكون منتزهات؟ اول حاجه هو السوق في وسط المركز. السوق داخل المركز هو اللي كيؤدي لنا النفايات، لان حين كينتشروا السواقه وكيمشيو بحالهم كلشي كيبقى داخل السوق. خاصة أنه السوق منتشر كبير أكبر ربما أكبر سوق أكبر في الإقليم أكبر سوق، لأن كيجيوه من جميع المناطق. السوق الحمد لله حنايا ما بقيناش كثير، شهر شهر ونص غينتقل غيهبط لتحت. راه كاين جديد السوق كبار من هذا فعلا. لا بغيتو تعملو حتى شركه غير القياده الثانويه حدا الثانويه بالضبط. السوق كانت باقا لنا فيها فيه واحد شي ليتوش قلالين ديال واحد لاباطوار كانت باقا ما تبنات، دابا الحمد لله تسالات وزيد الضوء وداك الشيء. راه المهم تصاوب كامل غينتقل السوق من هنا لهنا، وحتى الخضاره حتى الجميع اللي عنده شي حاجه كيبيعها راه مرقمين عندهم الارقام ديالهم وكل شيء. كل واحد غادي يوصل للمكان ديالو غادي يبيع ويشري فيه. الحوانت ديال الحوت مكريين، ديال الدجاج مكريين، ديال اللحم مكريين، الصفقات دازت في هذا هذه 3 سنين وزياده. البقعه اللي تم فيها السوق ديال الاملاك المخزنيه شحال من هكتار سي؟ 10 هكتار. السوق على مساحه ديال 10 هكتار. بالنسبه لهذا السوق القديم اكيد انه سيتحول الى مجال اخضر. ماشي مجال اخضر راه كبير بزاف بالنسبه للمجال غتكون هكتار قصريه وهذا راه ماشي ماشي عندها الملاماتات ديالو. انا البارح مشيت للقصر